اليوم عندما تطور عدد المتخرجات الجامعيات أصبحنا واثقات من حقهن في الحياة، من دورهن الفعال في هذه الحياة. نحب نوصل حاجة سيدوك عتخلصوه لنا الأغلبية الزاد، ورانا دخلنا في إدراك جوا مفتوح، كل عزيمة وما ثمش خوف وما ثمش رهبة لا من الصلب ولا من أي طرف، ورانا باش وزيد دخلنا في إدراك جوا وحشي وزيد رانا باش نكمل. هذا اللي نوهلكم به أنا سيدتو، رانا باش نكمل وراهي العواقب الكل باش تحملها الصلب. المرأة لازم تاخذ حقها، يلزم ما تهنيش يلزم ما تهنيش، رغم أن اعتصامنا متواصل بمقمته معناها شهرين، مدة 60 يوما. اليوم لم تزرنا أي جمعية نسائية ولم نرى أي جانب من المساندات من هذه الجمعية. فما تعتيم إعلامي كالعادة، فما مانك دافورماسيون ومانك دو كومونيكاسيون مع الناس هذوما، ألوغ إحنا بالحق في حاجة أن نسمعوهم، مش إحنا في حاجة أن نساندوهم، في حاجة أن نسمعوهم، في حاجة أن نعرفوا كيفاش صار التكوين هذا، كيفاش صارت كيفاش تكونوا، كيفاش تلمدوا، شنو هي مطالبهم، اسكو بالحق مطالب اجتماعية أكاهو وإلا فما مطالب اجتماعية ومطالب نسوية زادة. أنا كحركة نسائية مثلا إحنا شحال ما هبطناش بيا، خاطر ما نعرفوش شنو يلزمنا نهبطوا بيا، عمرنا ما كنا في مركز قيادة باش نعرفوا شنو يلزمنا نهبطوا بيا. بقينا شهر مع تصنيف ما هبطناش بيت، يلزم التوجيه هذايا اللي يلزم يورونا الطريقة الصحيحة، نحنا نعرفوا مؤهلات باش نعرفوا الطريقة الصحيحة، أما ما عندناش الآليات لتفعيل. المشكل اللي توا عندنا برشا خدمه، وبالاخص مع مشروع قانون مناهضه العنف ضد المراه اللي هو بصدد المصادقه عليه في البرلمان التونسي، بالتالي قاعدين نخدموا عليه ومخذلنا الوقت الكل، وكذلك مع المشروع اللي قاعدين معناتها نعملوا فيه من اجل تمكين النساء من حقوقهم الاقتصاديه والاجتماعية. بالنسبة للمكتب التنفيذي ككل، هالمشاورات والجلسات اللي في إطار عملان اتفاقيات خدت لنا برشا وقت، ممكن هذاك اللي يخلي واحد ما يلقاش فراغ باش ينجم يمشي ويتنقل أما في بالي معناتها فما ناس تمثل. بليز امبورتون انه احنا البنات تاع جامعة الشمل نقعدوا نحكيو مع البنات تاع منير ساكتة ونحكيو مع بعضنا شنو هما نقاط الالتقاء في التجارب نتاعنا، وشنو نجمو نتبادلوا معناتها كافكار ولا وشنو نجمو نعاونوا بعضنا، مي فريمون دون ان رابور هوريزونتال ديشانج ديكسبيريونس. سي ما عندهم ما يعملوا، نجمو واحنا نقروا الحاجات هذه ونعرفوه الموجود، ولكن نحبوا ندوي ونحبوا نحيوا في الاتحاد ونحبوا نسعى باش ما عادش تتوجد النظره هذه ولا تتقلص على الاخر، ولذلك نحن نعملوا تكوين لتطوير العقول هذه وتكوين خاص بالمرأة، ونشاركوا فيه الشباب باش زادة حتى عقلية الشباب نحب نغيرها تجاه المرأة. وقت اللي نحكيو على المرأة ما نحكيو على المرأة داخل الاتحاد، ونحكيو على المرأة العاملة فقط، نحكيو على المرأة ككل. احنا متضامنات معاهم وديما متضامنين معاهم. اخيرا مشينا قابلنا وزير الفلاحة وقدمنا توصيات الجمعية فيما يخص تحسين وضعية النساء الريفيات، تحسين وسائل النقل، مسألة الضمان الاجتماعي، مسألة الأجر. وعملنا توا منذ 2008 ان اوبسيرفاتوار بور لي دووا ايكونوميك اي سوسيو اللي هو موجود في بن عروس، وموجود كذلك في صفاقس، وموجود في سوسة. وعندنا مشروع لمدة عامين ولا ثلاثة في المجال هذا، في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.